السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات النهاردة الصبح المصري. معكم محمد فتحي وسلسلة جديدة، يا رب إن شاء الله يكون فيها حلقات مفيدة تعجبكم. السلسلة هي عبارة عن مقارنات بين الكاميرات. نبذة سريعة كده عن السلسلة، هي هتبقى مقارنات بين كاميرات نيكون ونيكون ونيكون وكانون وكاميرات من نفس الفئة وكاميرات من فئة مختلفة، عشان أحاول أغطي كل أنواع الكاميرات اللي الناس بتحب تشتريها ومحتارة تشتري دي ولا دي. طب ايه دي موجود احسن من دي، ايه دي خلينا نشتريها وما خليناش نشتري دي. ان شاء الله في السلسله دي هنغطي كل الكلام ده، وهنبتدي المقارنه باشهر كاميرتين او اشهر كاميرتين المبتدئين بالذات لما تخش المجال بيحاولوا يشتريهم، والكاميرتين هيكونوا النهارده معانا من نيكون. مقارنه النهارده تكون بين نيكون 3200 والنيكون 5200. مبدئيا الاثنين اصدار سنه 2012، الاثنين 24 ميجا بكسل. ال 3200 بيمتد الايزو بتاعها من 100 لحد 12800، وال 5200 بيمتد الايزو بتاعها من 100 لحد 25600. الاثنين الشاشه بتاعتهم 3 انش بنفس الجوده اللي هي 921000 نقطه. الاثنين مفهومش خاصيه التاتش. ال 5200 فيها شاشه بتلف متحركه تقدر تصور بيها سيلفي او من زاويه منخفضه او من زاويه عاليه. ال 3200 شاشتها ثابته مش متحركه. الاثنين مفهومش موتور فوكس. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اركب عليهم عدسات مانوال ويشتغل اوتو، العدسه المانوال هتشتغل مانوال. وزن 3200 505 جرام، وزن 5200 555 جرام. الاثنين تغطيه الفيو فايندر بتاعهم 95% مش 100%. يعني ايه 95%؟ بعض الكاميرات بيكون الفيو فايندر بتاعها لما بتبص ما بتجيبلكش المشهد كامل، بتكون تغطيه بمقدار 95% او 90% او 100%. الكاميرتين دول تغطيتهم 95%. الاثنين بيصوروا فيديو لحد جوده 1080، بس ال 3200 بيصور 24 25 30 فريم بير سكند، وال 5200 بيصور 24 25 و 30 و 50 و 60 فريم بير سكند. الاثنين ما فيهمش ولا تصوير بانوراما، ال 3200 ما فيهاش تصوير اتش دي ار، اتش دي ار موجود في ال 5200. طبعا الاثنين بيدعموا تصوير الجيبك والرو. الاثنين بيشيلوا كارت من نوع اس دي كارد، هو مدخل كارت واحد مش اكتر. ال 3200 فيها 11 نقطه فوكس، 5200 فيها 39 نقطه فوكس. الماكسيمم شاتر سبيد او اعلى شاتر في الكاميرتين هو 1 على 4000 جزء من الثانيه، ومينيمم شاتر او اقل شاتر في الكاميرتين هو 30 ثانيه. بطاريه 3200 بتقعد لحد 540 صوره، بطاريه 5200 بتقعد لحد 500 صوره بس. في الكونتينيوس شوت ال 3200 بتصور 4 فريم بير سكند، في حين ال 5200 بتصور 5 فريم بير سكند. الاثنين ما فيهمش جي بي اس، الاثنين ما فيهمش واي فاي. هل الاثنين في منهم جديد دلوقتي؟ للاسف الاثنين ما فيش منهم جديد دلوقتي. لو انا مصور مبتدئ وجديد في المجال، ترشح لي ايه في الكاميرتين دول؟ لو انت محتاج الشاشه دي بتلف في مثلا في فلوجز او هتصور فيديوهات او هتصور من زوايا مختلفه، فرشح لك ال 5200. الميزانيه معاك محدوده شويه ومش قادر تشتري ال 5200، فال 3200 كويس، وفرق الصور بين الاثنين يكاد يكون مش باين، فرق بينهم قوي جدا، بس ال 5200 احسن حاجه بصير بجوده الصور. كده تكون خلصت حلقه النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا معايا. سبسكرايب لو عندك اسئله سيب لي في كومنت، ولو عايز اي مقارنه باي كاميرتين سيب لي في كومنت. ان شاء الله معانا فيديو. شكرا.